في السنوات الأخيرة في مدينة الدار البيضاء ظهرت واحد وسيلة نقل جديدة وهي الأمر، والأمر يتعلق بالتريبورتورات. هاد التريبورتورات بقدر ما كانوا واحد فرصة بالنسبة لمجموعة من الشباب اللي من أجل يعني كسب القوت ديالهم تيهزوا بهم السلعة، تيهزوا بهم أيضا حتى المواطنين، فهي أيضا كانت مثار جدل واستياء في صفوف مجموعة من السائقين في مدينة الدار البيضاء، على اعتبار أن هاد التريبورتورات أو بعض سائقي هاد التريبورتورات لا يحترمون مدونة السير. سي عبد الحق، أنت واش مع ولا ضد التريبورتورات في الدار البيضاء؟ والصراحه انا ضد الفكره ديال التريبورتورات كاع جمله وتفصيلا. علاش؟ حيت التريبورتورات خاص اطار قانون اللي ينظم هذا النوع ديال النقل والتنقل، ما عرفنا واش الاشخاص ولا البضائع. والامور دابا كتريبورتورات تخلطت علينا، هو المواضيع كسائق ديال هذاك التريبورتور ما بقى عارف واش هذاك التريبورتور هو اصلا واش البضائع ولا النقل الاشخاص. نظموا لهم واحد القانون بالنسبه للتريبورتور يكون في المستوى وديروا بليه، مثلا التريبورتور خصو يهز عليه الباكاج ماشي يهز عليه الناس، راه حتى الناس بعطات هما اللي كيساعدوا التريبورتورات باش يبقاو. باش كتشوف التريبورتور كيهز عليه 10 ولا 6 ولا 8 غادي للملعب ولا غادي لشي بلاصه، اش غادي نقول لك؟ الله يلطف وصافي. كنعيش في واحد المنطقه اللي معظم الناس عايشين من تريبورتورات، معظم الشباب يعني الدري الشاب نقدر نقول لك كيكون تعرض انه دخل الحبس مثلا من تيخرج كيبغي يبدا صفحه جديده، اول مبادره كيدير انه كيدير تريبورتور تيعاون به راسو في ديك المناطق مثلا ديال الحيم ولا رشيد او ديال او عرفت ديك المناطق تما، يعني حي صناعي كذا كيبغوا مواصلات صغيره بحال لي تريبورتور. اما بالنسبه خويا الفكره ديال تريبورتور في المغرب راه تنشكروا عموم الفكره اللي دارها، حيت راه هازين عائلات اخويا دوك تريبورتورات، راه هازين تبارك كاينين دريات كيقراو في المدينه هنايا في ديزيكول هنايا وبا خدام في تريبورتور ومعيشه بتريبورتور. انا ما كنهزول الناس لا والو سيدي، كنهزول بضائع الناس ولا 50 درهم ولا 600 ولا 400 هادشي اللي كاين، واللي هز الناس ديك الساعه يدبر معاهم السلطات ديال خدمته وصافي، حنا دير معاهم شي حل. اما حنا كنهزو البعض اي صافي. باين كيترزق الله، راه بحال بحال، راه كاين اللي مسكين عنده دوك عنده وليدات عنده كل شيء وما عنده لا خدمه لا والو. حنا ما نكونوش ضد ديال التريبورتوره، كاين اللي عنده وليداتو تابعوا الكراه تابعوا الماء تابعوا الضوء تابعوا المعيشه ديالو كيجيو قوت لوليداتو. واللي كيهز بلايص يتعاقب، حنايا كنترزقوا الله على وليداتنا كنهزو على البضائع، ما كنهزوش بلايص اخويا الله يرحم الوالدين. حنا راه حنا مقهورين، راه ربي اللي خصو يجي من جهتنا اخويا، كنطلبوا الله والسلطات يديروا معنا شي حل. من بين الاتهامات اللي تتوجه لبعض سائقي تاع التريبورتورات هي ديك السرعه الجنونيه اللي تيسوقوا بها، بحيث ان هذه السرعه تتسبب في كثير من الاحوال، تتسبب في حوادث السير اللي تقدر تكون حوادث سير اللي هي مميته. السرعه اللي تيمشيو بها التريبورتورات كي تتبان لك انت عاديه ولا ماشي عاديه؟ السرعة غير عادية، خص القانون يتدخل ولا خص الشرطة تدخل باش وضع حد للتسيب اللي كيديروه أصحاب التريبورتات، حيت راه غير مسموح به، غير مسموح بهذا الموضوع هذا. راهم راه بحالهم بحال الطاكسيات، اللي كيسوق بعقله راه كيسوق بعقله، واللي ما كيسوقش بعقله راه بحال راه ما كيسوقش بعقله. التريبورتورات كاين فيهم ناس مزيانين وكاين فيهم ناس خايبين، بحالهم بحال الترونسبورات كاملين، بحال الهونطات بحال الطاكسيات بحال الكيران، كاين ناس مزيانين وكاين ناس اللي خايبين. كاين اللي كيمشي بشويه كيخاف على الناس وكيخاف على راسو، وكاين اللي ما كيخافش لا على راسو ولا على الناس. في طريقة السوقان ديال شي بعض المتهورين كيسوقوا بواحد الطريقة اللي وحشية، والتريبورتور كيف ما كتعرف الشكل ديالو اللي هو قاصح يقدر يقتل يقدر يهرس يقدر كذا. كما لاحظتوا متتبعي قناة انفاس بريس كاين اختلاف وجهات النظر حول جدوى التريبورتورات على مستوى مدينة الدار البيضاء. التريبورتورات اللي ولو أصبح واحد واقع حال على مستوى العاصمة الاقتصادية، الأمر اللي تيستدعي ضرورة التفكير في تنظيم هذا القطاع هذا حتى لا تتكرر هذيك المآسي اللي تنشوفها تقريبا يوميا اللي تيتسبوا فيها بعض أصحاب التريبورتورات.